كتير وبتمنى انه ضلني على قد هالجايزة هي اللي اعطيتوني اياها. واتمنى لكل الفن العربي في المدى القريب يحقق احلام كل المواطنين العرب. لما اتعمشق عصور مشغرة مشان طال القمر قمر مشغرة اللي ما بيطال عزه على. مهما قلت مش هعرف اوفي الشكر ولا هعرف اوفي الحب ده غير اني اقول لكم انا كمان بحبكم قوي. قد تخوف هالحكايه يا امي انت. الحقيقه انا خدت جوائز كتيره جدا، انما هذه الجائزه بعتز بيها جدا من بلد بحبه بحب اهله وبعتبر لبنان هي بلدي التانية. طبعا انا سعادتي كتير كبيره بهيك جائزه. بتراش بجد كاني اول مره اخد جائزه. يعني يا لطيف شو مرعوبه من فوق خيالكم، بس المهم بحبك يا لبنان يا وطني بحبك. بدي غني انا بعرف اللي غني وبس احكي بيعملوا لي مشاكل. شكرا للشعب اللبناني الجميل اللي حبيني طوال هذه السنوات ودخلني في قلبه. تحضيرات سهرة الميركس دور تستهلك أشهر من العمل والاجتماعات المتواصلة على كل المستويات. أما اختيار الأعمال المرشحة لنيل الجوائز فهو عمل مسؤول ودقيق بيمرق بعدة مراحل. الاجتماعات كثير جدية، الاجتماعات كانت ممتازة وبمسؤولية. صرنا حوالي 5 أشهر مبلشين بالاجتماعات وعم نفوت بأدق التفاصيل. العمل هو صعب جدا لحتى نختار، لذلك كان في عنا عدة لقاءات لحتى بشكل عام ما حدا ينظلم وحس كل إنسان انعطى حقه ما يكون رأينا شخصي. والمعيار الأساسي هو العمل الحلو يلي بيسحق ياخد نتيجة يعني، وما كنت تتخيل أنه هالقد بتصير الأمور بجدية. كل واحد على بينتخب بحسب ضميره. والسنة كمان تشكلت بدل اللجنة لجنتين، لجنة اهتمت وقيمت ونظرت الأعمال الدرامية، ولجنة أخذت على عاتقها الأغاني والكليبات. أنا كل مرة لما أكون بلجنة حكم أنه حط علامات للعمل حدا عامله بتفكير ووجدان وضمير على أساس أنه هالعمل مش يضرب ويهرب، فيها صفات الديمومة. كل هالمجموعة اللي موجودة بلجنة الحكم كان همها أنه هالمسؤولية ما تكون اعتباطية. كل الأعمال تستحق، يعني كل عمل في شيء بيستحق أنه يربح وفي ثغرات. النتائج كتير عم بتكون موضوعية، التصويت كتير عم بيكون موضوعي، وكل الأساتذة الموجودين جوا يعني إذا بدكم ما بيشتغلوا من تحت الطاولة احتراماً لتاريخهم الفني والصحافي. بتصور النتيجة رح تكون لصالح اللي بيستاهل ولصالح اللي اجتهد وتعب على حاله فنياً وكل النواحي. على المستوى المحلي والمنطقة الشغل جيد جداً وواضح. اللجنتين تشكلوا من فنانين ونقاد ومخرجين وإعلاميين. بعد ما نظرت كل لجنة على حدا وناقشت مطولاً مجمل إنتاجات 2008 يعني المتخصص والمتزوج. رح يكون تقييم من جميع الزوايا يعني. واحد إذا مش حاضر فينا عم نرجع نجيبه لنشوف لنقد نعطي رأينا يكون كتير منصفين للممثلين وللمنتجين وللأعمال. لأنه من الكلمة الحلوة لأمضى المخرج أنا بعتبر العمل متكامل كله سوا. كل همنا الأول والأخير أنه يكون يعني النتائج عادلة وفعلاً تكون مرآة لشو لازم يكون الفن بالسنة والسنوات اللي جاية. أعضاء اللجنتين اختاروا أفضل 4 أعمال من كل فئة. العملية ما كانت سهلة أبداً، لكنها تمت بطريقة ديمقراطية جداً، وبالديمقراطية أحياناً بيكون في توافق إلى حد التطابق، وأحياناً خلاف إلى حد التصادم.
أنا بدي أقول شغلة كتير مهمة، إنه نحن اللي عمال منعمله مش متفقين عليه. يعني نحن بلجنة التحكيم ما كتير قاعدين مع بعضنا إنه يعني فلان كلنا مقايدينه، لا، في تعدد آراء رائع وعم بيصير في تداول وجدال حول كل اسم عم نشوفه من بعد ما نلقي نظرة عن الأعمال اللي عملوها. حتى لو صار في شو بيقولوا مشاكل شوي، فبظن أنه بالنهاية رح بتصب بمصلحة الجائزة ككل. ما في أنه يلا فلان أو هاي الغنية أو قلبه، كل واحد عم بيعطي رأيه، كل واحد كتير صريح وكتير رأيه يعني. وهالشي كتير صحي، يعني في مش على نفس الرأي، في ناس عندها آراء مختلفة، إنما النتيجة رح تصب لمصلحة الأفضل. بس مش معناتها إنه البقية كمان بيستحقوا، الكل بيستحقوا يفوزوا أكيد، كل شخص بقي للفينال يعني إنه هو من الأشخاص اللي بيستحقوا يفوزوا، بس بالنتيجة لازم حدا يربح. وبرأيي كل واحد منا ضمن اختصاصه، ضمن الشغلات اللي بيعرفها تماما، عم يعطي آراء لها مستوى، وعم نتعاطى مع كل الأشياء بقيمة، وعم نعطيها وزنها، وعم نعطيها حقها تماما. لكن لجنة الحكم كانت من البداية للنهاية سيدت نفسها 100%، على الرغم أنه قرارها كان نص قرار، أما النصف الثاني فللجمهور يلي صوت وعبر عن رأيه عبر الإنترنت وشارك أيضا عبر روتانا دلتا وميلودي أف أم. وبنتابع معكم فقرة الميونكس دار مباشرة على الهواء، في معنا اتصال جديد. تذكير بأفضل المطربات اللي فيكم تصوتوا لهم. تانكس لك عبير، بشكر اتصالك. باي. أخذتوا فكرة كيف بيصير التصويت عنا بشكل يومي، إلنا كذا شهر خلال فترتنا الصباحية عم ياخد رأي الناس. هالسنة يمكن غير كل سنة، وكل سنة يمكن هالإيفنمان أو هالميركس دور عم بيكون عليه كتير إقبال، مش بس من الفنانين أو النجوم، أيضا من المستمعين أو المشاهدين، وطبعا يلي كمان عم بيدخلوا على مواقع الميركس دور يلي هن كتير كتار وكل سنة عم بيزيدوا. حكم الناس هو بيبقى الحكم السائد دايما، ومحبتهم هي بتبقى الأساس. الجمهور شريك النص بتحديد الفائزين بجوائز ميركس دور، يعني نصف العلامة لأهل الاختصاص والفن، والنصف الثاني لعشاق الفن بلبنان والعالم العربي. وبعز الاجتماعات وزحمة اللقاءات، تفاجأت المخرجة ميرنا خياط أبو الياس بإحياء عيد زواجها. طوني وميرنا أبو الياس كانوا كل واحد بلجنة، يعني لا تصادموا ولا توافقوا، لكن توفقوا بالزواج وبيستحقوا ميركس دور أفضل زوجين. هالمناسبة كانت استراحة المحارب، لكن فريق الإعداد والإنتاج ما عنده لا استراحة ولا عيد من أول البرنامج للحظة يلي منصير على الهواء. بزمن الأبيض والأسود وزمن الحنين، بزمن بيروت عاصمة الانفتاح والموضة والتطور، عاصمة العرب والتنوع، بزمن الكبار لعب لبنان دور كبير ورائد بمنطقة الشرق الأوسط، فكان نقطة جذب للسياح العرب والغربيين، وكان الوطن المضياف، وطن الأرز والبحر وبعلبك ومهرجانات العز. يسرني أن أعلم أن مهرجانات بعلبك قد أصبحت من المؤسسات الرسمية، وتصبح مهرجانات بعلبك من المهرجانات العالمية. من أكثر من 50 سنة شكلت مدارج قلعة بعلبك مساحة للفن العالمي. Tous les critiques ont été d'accord pour reconnaître le réel talent des comédiens, en particulier celui de Valérie Sarrouf.
فما حدا غنى هون إلا وحس بهيبة القلعة والأعمدة الحاملة مجد ما بيغيب. J'aime Balbec parce que Balbec m'apporte un contact exactement comme une personne. It's really one of the wonders of the world, right? Because you cannot live without having seen Balbec at least once in your lifetime. وما حدا غنى هون ما لفحوا هوا المدينة وعظمة التاريخ. فرق أوبرا نجوم عالميين ومين ما بيذكر يوليو 1966 وقت وقفت سيدة الغناء العربي وأعطت لصوتها مداه ومنحت عشاق صوتها أمسيتين من العمر. مهرجانات بعلبك كانت نقطة انطلاق المسرح الغنائي اللبناني مع كبار صنعوا الذاكرة وأوصلوا الفن اللبناني إلى العالمية. بعلبك كانت الأولى وما بقيت لوحدها، انضمت لإلها مهرجانات بيبلوس وبيت الدين اللي استقطبت ألمع نجوم العالم العربي ولبنان. ما في صعوبة توقف بوجنا، انتو شعب ما بموت وأنا بشرف نكون منكم. كانت أيضاً منصة لعروض عالمية، بدل ما يسافر اللبناني والعربي للخارج حتى يحضر نجوم العالم والعروض العالمية، العالم كله بيحضر للبنان وقت يهل قمر الصيف. لبنان كان وبعده حامل سحر كبير، واللي بينقال عن لبنان هو شهادة حب. كيفك بيروت؟ I am very very pleased to be. أنا سعيد جدان غني لكم الليلي. Thank you so much for all the support throughout my career, and I'm very very grateful and hope to be able to come back. And what I like most about Lebanon is the people. Everywhere I met, they've been so nice and warm, and that's really rewarding for me as an artist to come to a town and be received that way. Yeah, I just say it's an absolute thrill to be here in Lebanon, and thank you so much for inviting me. It was always a dream of mine to come here. Amazing, crazy Lebanese who have been to all of my shows all around the world, and I have never done a gig in the world where there hasn't been at least one Lebanese flag. الحكي ما بيخلص، حكاية مجد لبنان ما بتنتهي. لبنان مش مجرد بلد بهالعالم ولا اسم انكتب على خريطة هالكون وأثبت على مر الزمان إنه منه شوية حجار ولا كمشة تراب وكم من الأثار وبحر وتلج وجبل. لبنان روح تتنفس لدرجة ما منعود نعرف إذا نحن عايشين فيه أو هو اللي عايش فينا. لبنان هالأرض الخصبة اللي بتعطي وبتعطي، اللي أنجبت فلاسفة وعبائرة وفنانين وصحفيين وعظماء، اللي علمت الحرف والحرية والأبجدية، واللي صدرت للعالم أهم الأدمغة. لبنان الأرض اللي دافع عنا أهلها عمال وشهداء وفلاحين، الأرض اللي سقط من أجلها أبطال وشهداء وثوار. لبنان قبلة هذا الشرق وقنبلته اللي بتتفجر إبداع وثقافة وكل أنواع الفنون.
يا عمين دهكن من برج الشمس المضوي حتى عينين السما تسمعكن علوا صرخات الحرية بيروت هو القوي بوجه كل أنواع العواصف والحروب وهي مدينة النور والنار. شكرا للمطرب باسكال سقر والمطرب غسان صليبة على هذه الافتتاحية الغنائية الرائعة. صار فينا نقول مساء الخير للحضور لكل الضيوف الليلة بسهرة التاسعة لتقديم جوائز الميركس دار. هالسهرة اللي بتشكل حدث كبير بحجم دور لبنان الثقافي والسياحي. برحب بكل الضيوف الحاضرين بصالة السفرة بكازينو لبنان، بمعالي الوزراء الحاليين اللي رح نستقبلهم تباعا على هالمساء، الوزراء الحاليين اللي ممكن يصيروا بعد كم يوم وزراء سابقين، رغم انه الكتار منهم نتمنى يكونوا وزراء مدى الحياة قد ما نجحوا بهالمهمة. برحب بالكثير من الفنانين المكرمين والضيوف فوق العادة الموجودين بأعضاء لجنة الحكم، بكل الأصدقاء والمشاهدين عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال والفضائية بكل أنحاء العالم. كل الموجودين معنا الليلة بتمنى لكم سهرة حلوة، والبداية بعطي الكلمة لرئيس لجنة جوائز الميركس دار الدكتور زاهي الحلو.
مساء الخير. معالي وزير الإعلام الدكتور طارق متري. معالي وزير الثقافة الأستاذ تمام بيك سلام. معالي وزير السياحة الأستاذ إلي ماروني. معالي وزير الداخلية الأستاذ زياد بارود. معالي الوزيرة ليلى الصلح حمادي. أيها الحضور الكريم، نخبة المجتمع الفني الإعلامي الثقافي والسياسي، أهلا بكم جميعا في الحفل التاسع لجوائز الميركس الذهبية عرس الفن والجمال. شهد وطننا الحبيب لبنان مؤخرا الانتخابات النيابية الساخنة، والليلة كلنا بانتظار الانتخابات الفنية، هذا الاستحقاق السنوي الذي لا يقل سخونة. موعدنا اليوم مع باقة جديدة من الأزهار الفنية اللبنانية والعربية يفوح عطرها بالإبداع والفن والجمال. من عام 2000 لعام 2009 تسع سنوات مرت، وكثيرة هي وجوه المبدعين التي شهدها هذا المسرح، وطيفهم دوما في البال، وتبقى اللؤلؤة في قلب الصدفة صامدة شاهدة لا تزول. إنها صدفة الميركس، أبوابها مفتوحة لكل شأن إبداعي ولكل جمال. تسع سنوات نسترجعها بالتقدير والحب والحنين. إنه النجاح كالشمس، نورها لا يحجب، والحياة تتسع للجميع. اليوم هم، غدا أنتم، فالإبداع مرآة لله. يا مبدعو العالم العربي، أنتم تتواصلون اليوم من خلال الميركس دور، أنتم ناجحون ونحن نفخر بكم. أشكر كل من ساهم بنجاح هذا الحدث، أصحاب المعالي الوزراء والسياسيون حاضرون بيننا، المؤسسة اللبنانية للإرسال وعلى رأسها الشيخ بيير الظاهر، والمخرج توني أهوجي وفريق الإعداد إلي عرموني، أعضاء لجنتي التحكيم للأعمال الموسيقية والدرامية، إدارة كازينو لبنان، إذاعتي روتانا دلتا وميلودي أف أم ونت ديزاين بلاس الذين ساهموا في الإحصاءات، فندق لورويال وكل رعاة الحفل. أشكر أعضاء لجنة الميركس دور فرداً فرداً، وأخص بالشكر شقيقي الدكتور فادي الحلو ساعد الأيمن. شكراً لكم جميعاً. مرة جديدة أقول لكم، دعونا نفرح جميعاً بنجاح الآخرين. عشتم، عاش لبنان وعاش الفن العربي. رحب ترحيب خاص بالفنان اللبناني الكبير وديع الصافي. أخيراً، ما رح طول عليكم، بس بحب كمان بهالمناسبة أشكر الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو إيلي العليا اللي رفقت الميركس دور لطوال تسع سنوات، وبحب من قبل لجنة الميركس دور أدعي المايسترو إيلي العليا يتسلم الدرع التقديرية. مساء الخير. مش عامل حسابي احكي ولا عارف انه رح اخد هالدرع. حبينا نفاجئك اليوم. بشكركم. الحقيقه لو كانت ميركس دور يمكن ما كنت اخذتها، لانه بعرف كثير منيح انه نحن صرنا من اهل البيت، فنحن مش لازم ناخد جايزه، لكن لازم ناخد ميرسي، وهالميرسي الكبير هو هالدرع، وبقدمه للشباب يلي رافقونا تسع سنين، وبشكركم كلياتكم سوا. شكرا.
كل سنة لجنة جوائز الميركس دار بتمنح لجنة ميركس تكريمي لشخصية لبنانية أو عربية فاعلة بالحياة أو مؤثرة بالتاريخ الفني الثقافي أو الإنساني. أما هالسنة فتمنح لسيدة هي امرأة العام بامتياز، ارتبط اسمها بالوطن حتى الصميم، وشعارها أصبح عنوان لحياتها الاجتماعية الزاخرة بكل أنواع العطاءات. بدعي الإعلامية جمانة أبو عيد لمشاركة الدكتور زاهي حلو للإعلان عن اسم المكرمة بأولى جوائز الميركس دار للليلة. مساء الخير، شكرا ديما. مساء الخير دكتور حلو. مساء الخير جمانة. صحيح صعب الحكي لما يكون عن إنسانة كرمت من كل الناس ومن الجهات الرسمية، مشان هيك كلمتي رح تكون فقط من القلب. بحكي عن سيدة إلى بقلوب الناس محبة وبعقولهم احترام كبير، حملت شعلة الخير والفكر والإنسان، لأنه الإنسان هو همها واهتمامها الأكبر. إنسانية النزعة بامتياز، وما فينا ما نكون جزء من عالمها المليء بالخير والإنسانية والفكر الداعم للوطن وللإنسان. هي صورة مشرفة عن المرأة اللبنانية والعربية، تشبه أيقونة مليئة بمواصفات حلوة، بتحمل بألوانها لون واحد هو لون لبنان. لبنان التعددي والمتنوع، ومش لبنان الطائفي. إيمانها بوطنها مش مستغرب، فهي ابنة زعيم الاستقلال رجل الدولة والاستقلال رياض الصلح. أيديها البيضاء زرعت الأمل وحققت أحلام كتار عبر مؤسسة إنسانية كبيرها هو رجل الإنجازات ما بتخلص، صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود. شخصيتها الصريحة وفكرها العصري كرسوها سيدة المواقف الواضحة، تنحني تواضعاً مثل سنبلة القمح، وراسها دايماً مرفوع مثل زنبقة الوادي. وزيرة هي لكنها إنسانة قبل كل شيء، سيدة العام هي لكنها أيضاً سيدة كل الأعوام. هنيئاً للبنان بمواطنة مثل ليلى الصلح حمادي ونيال ليلى الصلح حمادي بوطن اسمه لبنان. الثقافي اللي بعهده بيروت عاصمة عالمية للكتاب الأستاذ تمام سلام ليكرم ويكرم الوزيرة السابقة وامرأة العام السيدة ليلى الصلح. تفضل وزير الثقافي. مساء الخير. اولا انا عم بسمع نشيد بلدي، سالت نفسي هل فعلا كلنا للوطن؟ ولكن قبل لحظه الياس نظرت الى كل هؤلاء الفنانين المكرمين والحاضرين منهم، والى مؤسسي ميركس والى انديه اللايونز المنبثقه منها، وحتى الى نفسي كنائبه رئيس لمؤسسه خيريه، وجدت أن الفن فخر للوطن والإنسانية زخراً لها. فأنتم تفرحون القلوب وغيركم يتعسها، ونحن نبلسم القلوب وغيرنا يجرحها. هذه هي العروة الوثقى الحقيقية بين كل فنان وكل مؤسسة خيرية، وبنوع خاص مؤسسة الوليد بن طلال. شكراً لكم، شكراً للميركس، عشتم وأعز الله لبنان.
السيدي ليلى الصلح، أنت عاطت الشأن الخيري أو السياسي تشرف لبنان واللبنانيين. أيضا على مستوى الفن الغنائي هناك من بمسيرته شرف لبنان من أوائل الثمانينات حتى اليوم، مسيرة نجاح تؤكد أن عمر النجومية يتراكم ويزيد كلما كانت الموهبة حقيقية والخيارات صحيحة والذكاء يوضع بتصرف الأحساس والتواضع يزداد كلما كبرت محبة الناس. بدعي الممثلة اللبنانية نادين الراسي ونائب رئيس لجنة الميركس دار الدكتور فادي حلو للإعلان عن جائزة ميركس أفضل مطرب لبناني للعام 2008 اللي هو بنفس الوقت ميركس تقديري عن مسيرة فنية ما زالت مستمرة وبعز نجاحاتها. مساء الخير، بصرني أقدم جائزة مميزة لفنان مميز. هالجائزة شغلت الصحافة والإعلام بالفترة الأخيرة، صاروا يتساءلوا هل رح يكون موجود هالفنان بالميركس دار أو رح يغيب؟ والجواب شو قلت لك يا نادين؟ ولا ما بعرف، أنا شايفته مش غايب أبداً، لا عن قلوبنا ولا بوجوده، أكيد موجوده بس فات هز قلوب الكل. فنان أول بحبوه كل الناس، رح يرجع يطل عبر شاشة أولى بتحبها كل الناس. مشوار مليء بالنجاح والنجومية غطت كل العالم العربي، واليوم التكريم لليوبيل الفضي 25 سنة من الاحتراف والنجاح والنجومية والاستمرارية، إضافة إلى جائزة تانية فاز فيها بالأحصاءات لهالعام كأفضل نجم غنائي لبناني للعام 2008. فمبروك النجاحين وإن شاء الله دايماً بالطليعة. ما بعرف من وين بدي أبدأ، هلأ أكيد قلبي كتير عم بدق والإحساس ذاته كأني جاي أتكرم. ببدأ من الآخر مع بعشقك والحب الكبير، أو ببدأ من قلبي عشقها وطب ليه؟ وليه ما بحكي عن سهروني الليل؟ يا ريت فيي أحكي عن كل شيء، عن شاب بلش من الصفر ببرنامج للهوات وصار من أهم نجوم العالم العربي، وشو من قال قليل. بفتكر بهالريبورتاج رح يعطي فكرة ولو موجزة عن أهم محطات نجاحاته. منشوف الريبورتاج سوا. هو من ألمع نجوم الغناء بالعالم العربي على مدى ربع قرن، وهيدا مش مدح ولا تقييم، هيدي هي الحقيقة. سهروني الليل عيونك وانت انت تميل، لو مقول الويل عيونك صبري قلبي قليل. سهروني الليل عيونك وانت تميل، يا غالي عيونك يا غالي. قدم الأغنية العاطفية بشكل معاصر، قدم وتقدم وما تراجع. يا ليل يخبيها وما خلف حدا يحاكيها، عينيك وأكتب لك قلبك إيديك، باخد من عمري وبعطيها. يا ريت في يخبيها من أغاني البدايات، وبعد 25 سنة بيطلبوها الناس وبيغنوها. طب ليه كده تشغل قلبي وتشغل عقلي وبالي معاك؟ طب ليه كده تبعد عني تخلف وعدي يا روحي معاك؟ أغاني راغب هي أغاني العاشقين والمغرومين والحالمين والعاطفيين، واللي قلبه مسكر يفتح قلبه ويسمع. لو أقول لك إني بحبك الحب شوي عليك، لو ثانية أنا ببعد عنك برجع مشتاق لعنيك، ضمني خليك ويايا دوبني ودوب في هوايا، تعال نعيش أجمل أيام. راغب علامة يلي أطلق عليه لقب العلامة الفرقة والسوبر ستار، هو قبل كل شيء فنان حساس متفاني، نجح بصوته ونجح كمان بألحانه. قلبي عاشقها والعيون هويتها وقالها ما يردون، قلبي عاشقها والعيون هويتها وقالها ما يردون، وكل ما اشتاق إليها أروح وأسأل عليها عليها، كل ما اشتاق إليها. غنى
راغب عليمي على أكبر مسارح العالم. شارك بمهرجانات حاجتي. حصد جوائز كبرى، عرف طعم المجد، وبقي قريب من وجع الناس وهمومهم. بعد الوحدة ما اقدرش اعيش، كل الكون ده ما يهمنيش، قلبي في حضنه مرتاح وقلبه يا محلف لي ما يسيبنيش. فن ما ابعد راغب علامي عن قضايا الوطن الكبيرة، فوضع فنه بخدمة بلده واهله. انت الحب الكبير الاول والاخير، ولا غيرك يا حبيبي قلبي لهوى اسير. مهما تعددت الالقاب وشو من كتب عنه وشو من قال، بيبقى اسمه عنوان اول على الصفحة الاولى من 25 سنة ولليوم. حبيبي انت اللي بيك الدنيا سهلة، ما هلأ بدي أدعي من ينافس أكثر النجوم نجومية، ومن حضوره اليوم وبيناتنا هو تكريم لألنا، هو من قاد الانتخابات النيابية لعام 2009 بنجاح كبير، وأعاد لألنا الأمل أنه عن جد في إصلاح، وإصلاح حقيقي. وزير الداخلية والبلديات وكل المواطنين زياد بارود. الحقيقة هالزقفة بتشهد على مدى الشعبية وحب الجمهور والشعب اللبناني للوزير بارود، وحبت لجنة الميركس دور ما رح يخلوني كمل لايقة، حبت لجنة الميركس دور تقديراً لعطاءاتك بفترة الانتخابات تقدم لك درع تقديري مساء جمهورية لبنان الإبداع، مساء الناس اللي ما تعبوا إبداع وعطيونا إرث كبير. نحن اليوم موجودين هون بفضلهم، ناس غيبوا عنا منضلنا نذكرهم، ومساء كمان الناس يلي ما بينسوا يكرموا المبدعين. مساء الميركس دور بسنة 2009، شفنا من شوي حتى بالميركس يبدو في انتخابات وفي تصويت، بس ما بعرف اذا عملوها بيوم واحد. على كل حال واضح انه صبيعهم ما في عليها حبر، ماشي الحال. لبنان علامه فارقه بهالمنطقه من العالم، علامه فارقه بابداعه، وكل الناس راغبين بانه يستمر هيك. راغب علامي، تفضل كرمنا بصوتك. مساء الخير.
حقيقة لما شفت مع الوزير بارود، لأني أنا من اللي بعتبر أنه لبنان بلش يصطلح لما كان اسمه وزير داخلية. نسيت أخذ جايزتي، سلمت عليه بحب لأنه صرنا نشوف وجه لبنان من غير واسطة، من غير حسابات سياسية، جاي من خلفية ما إلى علاقة بكل شيء في انقسامات، اجت لتجمعنا. حسينا أنه بقربنا بيشتغل مثلنا ليجمع الناس بمحبة. فأنا بشكره من كل قلبي على حضوره الكريم ليسلمني هذه الجائزة المشرفة، يلي كان المفروض يمكن ظروف أنه نستلمها قبل وما صارت. اليوم أنا بعد 14 سنة وبوجود معالي وزير الداخلية، معالي الوزراء وسعادة السفير مصر والسيدة الوزيرة الدكتورة ليلى الصلح وكل الموجودين وكل الإعلاميين، عم بستلم هالجائزة من خلال شاشة الـ LBC يلي أنا كان عنا، ما بعرف إذا بدي أقول سوء تفاهم ولا صابتنا عين الحسد نحن وياهم واستبعدنا عن التواصل مع بعض. اليوم ما في شيء بيجمعنا اليوم إلا محبة ودليل وجودكم. بشكر الدكاترة الإخوين حلو دكتور فادي ودكتور زاهي على الميركس دور، على الجهود، على المؤسسة الجميلة اللي قدموها لتكون منارة للشرق وللعالم وتشوف أنه نحن دايماً المحبة بتجمعنا مش بس المشاكل. بشكركم شكر جزيل، هذه بهديها لكم جميعاً، بهديها لكل الأكيب اللي بيشتغل معي، بهديها لعائلتي، بهديها للبنان والعالم العربي كله. شكراً لكم جميعاً. ارجع خلينا صار كل الدنيا بعيني.
نفسي أشوفه واطمن عليه. شافوني معرفش جرالي ايه، اموت لو مش معايا ده هوايا ملوش نهاية. هو انت سايبني ليه يا روح قلبي وعيوني، من يوم ما عليك شافوني معرفش جرالي ايه، اموت لو مش معايا ده هوايا سايبني لي. بعد الوحد ما اقدرش اعيش، كل الكون ده ما يهمنيش، قلبي في حضنه مرتاح وقلبه يا ما حلف لي ما يسيبني. بعد الوحد ما اقدرش اعيش، كل الكون ده ما يهمنيش، قلبي في حضنه مرتاح وقلبه يا ما حلف لي ما يسيبني. منتابع من صالة السفرة بكازينو لبنان السهرة التاسعة للميوركس دور اللي من جيل لجيل بتواكب كل الأجيال، مثل الصغار مثل اللي على درب النجومية أبداً ما بتنسى الكبار اللي كل ما منشوفهم على الشاشة منشوف حالنا وماضينا فيهم. لجنة جوائز الميوركس دور ولا مرة نسيتهم، بتقدم لهم التحية بمحبة بكلمة بفرح، بترجعنا أمامهم كلنا صغار. بدأ الممثلة القديرة وفاء طربي والسيدة عايدة شرباتي لتقديم ميركس تكريمي لأحد أعلام التمثيل في لبنان. يسعد مساكم. الوقت كتير ضيق، مش رح أقدر رحب فيكم كلكم، بس كلكم بالقلب. ميشيل تابت أيها الغالي تقول دائماً المهم أن يؤدي كل عمله بإتقان، وأن يكلل العمل الجماعي بالنصر. فكنت في أي موقع كان البطل بامتياز. أهديتنا في كل أدوارك من دعيبس إلى الطاغية، فشكلت علامة فارقة في تاريخ الفن اللبناني وحلقة مضيئة في سلسلة الأعمال الفنية التي يفتخر بها لبنان. ولكن المعاناة في العمل الفني والنقابي المجهد لم تكن كافية، فضرب البطل في صحته وكاد يهوي عن جواده حين امتدت إليه يد العناية الإلهية، ممثلة هذه المرة بشخص زوجته العزيزة روزات، أم الطفلة الغالية لولي التي قاسمته كلوتها. فأكدت بالفعل لا بالقول معنى الزواج الرائع، وكيف أن الزوجين جسد واحد. فتحية لها على دورها البطولي المثالي الذي أبقى ميشيل تابت ثابتا بيننا أصالة ونبلا وتضحية
وطاقة استثنائية فنية نقابية نموذجية. 64 سنة هي عمر التقاعد، أما عندك فهي عدد سنوات العطاء. قواك الله مكرمنا الحبيب ميشيل وأبقاك جزوة تتوهج إبداعا، فالفن روح والروح لا تشيخ. دمت لنا والشكر والوفاء لكل الأصدقاء. اختصار السنوات بكلمات ما بيعطيه حقه، لكن من خلال ريبورتاج قصير كتار رح يعرفوا أكثر عن النقيب ميشيل تيبت. ميشيل تيبت تاريخ فني مؤلف من 2700 حلقة تلفزيونية و35 فيلم سينمائي لبناني وعربي و40 مسرحية. لازم شوفك بكرة ضروري، ما بقى تتصل فيه لهون، مفهوم؟ قصة وانتهت. الجماعة بعدهم طيبين وهلأ حكيوا معي، عم تفهم؟ بس يموتوا ساعتها بينتهي كل شيء. ميشيل تيبت كتاب مفتوح انكتبت أولى صفحاته بمنتصف الأربعينيات، وكل يوم وكل سنة بينزيد على الكتاب فصل جديد. أنا الديون عم تكلني وعم تنهش فيي، وانت عم تتملمغي بالمال. هودي أموال خيي، يعني أموالي أنا. من مسرحية العاشق الشارد لمسلسل الطاغية كتار كرهوا ميشيل تيبت وكتار حبوه، واللي بيخلي الناس تكرهوا بأدوار الشر وتحبوا بأدوار الرجل الطيب والطريف بيكون وصل له حقه المعنوي من الناس ومن الفن. ممنوع تغنجيها كأنها مثل إخواتها تتستعمليها ضدي وتمنعيني أخلص منها وقت اللي بدي. ممنوع ترفعي راسك وإلا تطلعي بليها. اشتغل ميشيل تيبت حلاق لمدة 20 سنة قبل ما يتفرغ كلياً للتمثيل. تولى تيبت المكياج بأكثر من 40 فيلم إضافة لبرامج القناة 7، وما كان في بالميدان وقتها إلا اثنين، جوزيفين صباغ وميشيل تيبت. وديع خدني من المستشفى. حاضر، بس ساعدني، المستشفى قريبة. لا ما بدي مستشفى، ما بدي حدا يعرف، خدني على مزرعتك بسرعة. لازم يشوفك حكيم. ما لازم يشوفني حدا. رافق ميشيل تيبت انطلاق التلفزيون لبنان من سنة 1959، وما في دور بيخطر على البال ما أدي بحرفية عالية. والجيل القديم بيذكروا بالمدير الفني وأنا الأوان وصندوق الفرجة وفارس بني عياد والسراب، ومستحيل استرجاع كل الماضي بدقايق ولا كتابة الحاضر بعدة أسطر. هاتك فرطت يا رئيس الموضوع. اسكت ولا كلمة. هيدي تاني مرة ببعتك ورا رائد ورجع لي ايد من قدام وايد من ورا. وينه؟ وميشيل تيبت حاضر بالماضي، ممثل من الدرجة الأولى ونقيب للممثلين لمدة 25 سنة، حاضر بالواجهة والوجه المعبر. وإذا كان حضوره بآخر 10 سنين خف، لكن وهجه كممثل بهرنا وبعده عم يبهرنا وبهر كل المشاهدين. بدعي الممثل النقيب الأستاذ ميشيل تيبت على مسرح الميركس دور لتسلم جايزته من زميلته الفنانة ورفيقة دربه وفاء طربي وسيدة غادة شرباتي. أنا راح أختصر كتير، أربع كلمات. أولاً شكراً للميركس دور وعلى القيمين على المؤسسة الحلوة.
تاني شيء من خلال عملي 25 سنة العمل النقابي، لما صار الميركس دور من 9 سنين سئلت السؤال 900 مرة، ليش أنت مش موجود؟ فكان جوابي كل تقدير وكل تقييم وكل وسام وكل درع يقدم لفنان بعتبره الحط على صدري. وشكراً. نتمنى للممثل الطاغي الحضور ميشيل ثابت الصحة وكل الخير. نبقى بمجال التمثيل وتحديداً للعام 2008 اللي شهد إطلالات عديدة لممثلات عربيات أبدعنا وتنافسنا. الشاشات تتسع حتماً للجميع، أما الجائزة جائزة أفضل ممثلة تلفزيونية عربية فتذهب لموهبة أنثوية أثنى الكثير من النقاد على فردتها وتميزها. بدعي السينمائي سمير خوري والإعلامية مها سلمى لتقديم الجائزة للفائزة عن هذه الفئة. مساء الخير، يسعد لي مساكم. مساء الخير سمير. أهلاً أهلاً أهلاً. أنت سعيد الليلة. أنا سعيد، بدي أحكي عن ممثلة كبيرة كبيرة جداً وعجبتني كتير. كتير منيح، عضو لجنة التحكيم، تفضل. ممثلة سينمائية ومسرحية تلفزيونية بامتياز، ناشطة على الصعيد الإنساني والاجتماعي، أول فنانة عربية تحمل مشعلة الأولمبياد ببكين عام 2008 في مسقط. هي جميلة الجميلات على شاشة العربية، هي أميرة بفنها وموهبتها وهدوئها المتزن الجميل. أعادت لنا الحبيبة الساحرة أسمهان، أميرة جبل الدروز وصاحبة أروع صوت عرفه الشرق، جسدتها لنا على الشاشة العربية امرأة عاشقة للحياة، ثائرة دائماً لكرامتها وعزة وطنها، طموح جارف وأحلام كبيرة لا تليق إلا بصوتها الذهبي الرنان. عادت لنا الحبيبة الساحرة أسمهان بفضل فريق عمل متناغم محترف ومبدع، إنتاجاً تمثيلاً كتابة غناءً وإخراجاً بإمضاء المخرج التونسي شوقي الماجري. غنى لها كاظم الساهر من شعر نزار قباني أحبك أنت، ونحن بدورنا نقول لسيدة عطر الياسمين الشامي من بيروت نحبك أنت. الليلة من عاصمة الثقافة، عاصمة الجمال، عاصمة الإبداع، العاصمة بيروت، نكرم نسيم الروح القادمة إلينا من دمشق الفيحاء، جائزة أفضل ممثلة تلفزيونية عربية لعام 2008 عن دورها في مسلسل أسمهان سلاف فواخرجي، فلتتفضل. مساء الخير. بدي اتشكر الإعلامية مها سلمى والأستاذ سمير خوري على هالتقديم الجميل. السنة الماضية لما أخذت الميركس دور عن دوري برسائل الحب والحرب، كنت عم صور بأسمهان وحبيت أقول لما طلعت لهون وقلت كلمة، حبيت أقول إنه إن شاء الله السنة الجاية أجي لهون وأخذ جائزة، بس خفت ويمكن كنت حسيت حالي طماعة
بس الحمد لله جيت هاي السنة وأخذت الجائزة والتقيت فيكن وتكرمت بوجودي معكن. بدي أتشكركن، أتشكر سوريا يلي عملتني، أتشكر لبنان يلي كرمتني، يلي هي بتستحق التكريم لأن هي بلد الجمال. لبنان بلد الجمال والذوق والفن، وأتشكر مصر يلي حبتني. وبالآخر بهدي هاي الجائزة لسبب نجاحي وهدف نجاحي ماما وبابا والحبيب وائل والحبيب حمزة وابني اللي جاي. آخر كلمة بدي أقولها أني هالمرة بدي أكون جريئة وكون طماعة وأقول إن شاء الله بكليوباترا بأخذ الملك سدور. شكراً كثير. شكراً لسلاف فواخرجي، هيك دايماً النجاح طماع. جوائز الميوركس دور بتجمع كل أنواع الفنون والألحان، أرقى أنواع الفنون وأهمها. الألحان بتقوي الهمة بالحرب، بالحب هي بتصير الحكي، بالغربة بتوعي الحنين، وبالفراق بتحنن القلوب. بالعام 2008 برز أكثر من ملحن لبناني وما أكثرهم. أما اللي قدم أكثر من أغنية وشكلت علامة فارقة لمؤديها وانطبعت بالأذهان، الناس أحبها أحبوها وكذلك الجمهور، هو اللي فاز بجائزة أفضل ملحن للعام 2008. بطلب من الأنسة أنابيلا هلال والإعلامي شرب الراجي يتفضلوا على المسرح للإعلان عن نتيجة أفضل ملحن للعام 2008. مساء الخير. أنا سعيد كثير أني أكون موجود معكم الليلة، وسعيد أكثر أنه أعلن عن اسم الفائز بجائزة ملحن العام 2009. بكل الأحوال مهم دايماً أنه نكرم الملحنين، ياما أغاني بتنجح وما نتذكر إلا اسم الفنان، ننسى دايماً أنه وراء كل أغنية ناجحة في كلمة حلوة وفي لحن بيسكن الذاكرة. الملحن الفائز بالواقع هو من مشغرة، بلدة مش جديد ولا بعيد عنا الإبداع، بلدة زكي نصيف ورياض شرارة. بدايته كانت كمطرب ببرنامج كأس النجوم، وألحانه الضاربة كانت كتيرة. السنة منذكر منها ممنونك أنا، قلبي اسألوه ولبنان رح يرجع. سنة 2008 كانت سنته بامتياز، حبينا ألحانه واستمتعنا بأجمل الأغاني يلي لحنا، ومين غير الملحن هشام بولس تيستحق لقب أفضل ملحن لهالدورة. ندعي الملحن هشام بولس يتوجه على المسرح ليستلم الميركس دور لجائزة أفضل ملحن للعام 2008. لحسب تصويت الجمهور وإجماع اللجنة الحكم استحق عن جدارة لهالعام. يسعد مساكن. 9 حزيران 2005 كان أول عقد سماح فني بعمله بحياتي، وعن عمر فني 3 سنين اليوم عم بستلم جائزة ميركس دور أفضل ملحن. بعتبر هيدي صراحة إنجاز كتير كبير ورقم قياسي لإلي. بدي أشكر أول شيء أمي وبيي السماويين يلي عم حس بهالفترة أنه ماسكيني بإيدي ومشيين فين فيي لقدام، كل ما أطلع بوجوههم بلاقيهم عم يبتسمولي. بدي أشكر أمي وبيي يلي على الأرض، يلي خلوني يكون الشخص يلي واقف قدامكن هلأ. وبدي أشكر اللجنة اللي قدرت سنة من التعب ومن الجهود ومن الكد ومن الإنجاز. بشكركن ومساكن ومسا التميز. شكراً. هشام بولس ملحن لبناني أثبت حضوره على الساحة الغنائية بلبنان، الساحة المفتوحة على المستقبل والمرتبطة بالماضي. قبل هشام وغيره في ملحنين لبنانيين كبار وشعراء أعطوا أغاني لبنانية لنجوم كبار من مصر والعالم العربي. هالظاهرة عم نشوفها عم ترجع وبقوة،
عم نسمع بأصوات نجوم عرب أغنيات لبنانية، والمطربة الكبيرة وردة ويمكن ليل اللي بيعرفوا سبقتهم، وغنت ببدايتها من ألحان الراحل فيليمون وهبي. بألبوما المقبل اللي بيصدر قريبا بتغني من كلمات الشاعر اللبناني اللي رح كمان يطل عبر مسرحنا منير بوعساف والملحن اللبناني بلال الزين، أغنية جديدة بعنوان أيام. بهالربوتاج بين القديم والجديد، أغنيات كلها باللبناني من لبنان والعالم العربي. لما تفتح كتاب الغنية اللبنانية وتقلب صفحات الحنين، بتقرأ عناوين مضوية مكتوبة بأصوات فنانين، فنانين مش لبنانية ساهموا بصنع مجد الغنية. حبيبي نجار وشغله على البيكار، فكر بوادي وفيت دنيا اجت موعدة وانت بعد ما جيت. شو بحب لما تمروا قبالي تسلم علي بوسني وتبل تركني يا قلبك موتي حياتي وترخص إلك وحدي. ونحن من آمن إنه في أصوات عربية قادرة تغني وتمجد اللهجة اللبنانية تتكتر صفحات الكتاب، ونضل كلنا نغني باللبناني. بداية قليلة استعدنا أغاني لبنانية بأصوات عربية، ما رح نبعد كتير عن أجواءنا اللبنانية. بعد الإعلان في إطلالة غالباً ما تكون منتظرة، وهي الأكثر جماهيرية على الإطلاق، رؤيتها على المسرح تحرز النظرة لبعض الإعلان. عام
العودة لمسرح صالة السفرة بكازينو لبنان اللي رح يزداد لمعانا وإشراقا مع النجمة اللبنانية الأكثر جماهيرية واللي أضافت لمسيرتها الغنائية إنجازين بعام واحد. نجمة تتقن لعبة المسرح والإبهار والدهشة، وليست المرة الأولى لتعتلي فيها هالمسرح لتتسلم فيها جائزة النجمة اللبنانية الأكثر جماهيرية، فهي تعرف السر وتحتفظ فيه وبالجائزة لنفسها. بدعي الإعلامية التونسية فرح بن رجب والسيد جوزيف الصغيب يتفضلوا على المسرح للإعلان عن الفائزة بهالجائزة لهالعام. Thank you, Rima. Bonsoir. Bonsoir لكل الحضور. أهلا وسهلا فيكم. لما طلبوا مني قدم هالفنانة سعدت، لأنه لما طلعت وقررت تغني ما جربت تقلد حدا، مع أنه الكل أو تقريباً الكل جرب يقلدها فيما بعد. هي ظاهرة، هي حالة، هي فنانة جميلة، ذكية، مجتهدة، مثابرة، وعندها طموح كبير. أسباب كثيرة خلتنا نحبها، وطبعاً هاي الأسباب عرفنا ليه، ومن هون ورايح بليز نحبها ومن غير ليه. بليز خلينا نحبها ويسمحوا لنا الكل، ما بقى بدنا مبررات وحجج لنحب هالفنانة. أكيد هالفنانة هي هيفا وهبي، والممثلة السينمائية مرة جديدة بتحصل على ميوريكس دور 2008. مبروك. ندعي النجمة الأكثر جماهيرية لهالعام هيفا وهبي أنها تتفضل على المسرح لتتسلم جائزتها. بيسعدني كتير أن أكون موجودة بيناتكم، وبيشرفني استلم هالجائزة اللي مسؤولة واللي هي بسبب حبكم وتشجيعكم لإلي. بتمنى أكون بستاهل هالحب. ميرسي كتير مسيو صغيب وفرح على هالتقديم الحلوة وعلى هالمشاعر الحلوة. طبعا كتير شعور غريب أنه أنا أتكرم اليوم بوجود هالمكرمين الكبار. إن شاء الله يا رب يوم من الأيام كون مثلكم هالقد كبيرة وهالقد بستاهل هالحب اللي قدمتوا لي. ميرسي كتير للميوريكس دور، ميرسي كتير لكل حدا شجعني، كل حدا حبني، وأنا كمان بحبكم. كان في كتير أوصاف قلتوا لي إياها، بتمنى أكون يعني بتشبهني في وصف مسيو راغب قاله، بتضيفهم على الأوصاف هولي محتالة. شكراً. يا ابني الحلال ما تديك عيني بتبعد ليالي.
الفنون ونعود إلى زمن الخمسينات، يوم كان لبنان يطلق كبار بمجال الغناء والتمثيل والموسيقى. منهم من كان عمر تجربته قصير فاحتجب أو غاب، ومنهم من ملأ صوت العالم العربي من المحيط إلى الخليج، فأغنى المكتب الموسيقي العربي بأهم الأعمال الغنائية. جائزة تكريمية تمنح لمطربي في صوت حنين لزمن الفن الجميل، وفي صوت حنان ما يكفي لترتاح الأذن ويستكين القلب. بدعي الفنانة والمطربة باسكال صقر وحاكم أندية الليونز جورج أبو شديد إلى المسرح لتقديم هالجائزة التكريمية الخاصة. من تنورين انطلقت بنت 5 سنين حتى تصير من أصغر مشاهير السينما العربية. غنت، مثلت وكتبت، سموها معجزة القرن العشرين ونجمة الشرق. هالصبية اللي جمعت بشخصيتها علامات التفوق. يسعد مساكن. عنا الكلام طويل كثير، بجعبتها قصائد وأغنيات كثيرة، وسيرة نجاح تخطت لبنان والعالم العربي. وقبل ما تحصل على الميوراكس تكريمي رح منشوف المطربة الكبيرة هيام يونس بريبورتاج صغير. هيام يونس من جيل الأصالة ومن جيل الفنانين المثقفين يلي أعطوا الكلمة سحر وإحساس وقيمة. من عمر الولدني مثلت هيام يونس أدوار بالسينما وبالتلفزيون إلى جانب الكبار. أهلا القصة علي. علي، أنت علي يا علي بتاع الزيت؟ لا، وأنت السادة أدوكها جوز خالتي. نعم، حتخش لي قافية؟ طب اتفضل. اتفضل. يطلعوك من الأمان بعد سنتين. إيش معنى؟ يدخلوك سنة ثالثة. أغانيها ما طويها الزمن، ضاقت طعم المجد وحصدت الكثير من الألقاب من الطفل المعجزة. لنجمة الشرق. وبالناس كلها وبالآخر بتتوابك، سكر قلبي الناس، قلبي بينسى كل الناس. وصاحبة أخطر إحساس بشهادة عبد الوهاب. عشت في الأنغام أعوام الطفولة، تتلقاني هتافات بتولة. هي موهبة استثنائية انتشرت مثل العطر بالعالم العربي ودول الاغتراب. سيبت قلبي معاك من بعد 10 سنوات وبعدت عنك ولالي في بعادك هنا. وبتبقى هيام يونس نجمة لبنانية أصيلة أعطت للفن صورة حلوة وصوت أحلى. لولا محبتكن ما كنت بغني، إن شاء الله برفقتكن رح كمل فني. بدعي الفنانة الكبيرة هيام يونس تتفضل على مسرحنا، على مسرح صالة السفرة بكازينو لبنان لتتسلم الجائزة التكريمية الخاصة عن مجمل حياتها الفنية وإبداعاتها بكل مجالات الشعر والموسيقى وغناء التراثي. بشكر المريكس دور على هالتكريم، وبشكر كل الجماهير العربية اللي مشكورة كرمتني، ومن قلبي كمان بشكر كل الشعب اللبناني، بشكر محبة الشعب اللبناني لإلي.
وكمان من قلبي بحب أقول إنه هالتكريم الحلو بقدمه للماما اللي غادرتنا مسافرة على السما، وبقلا يا حضني حرير يا قلب كبير كبير يا أعطف إنساني واسي ويدعي بالخير يا أمي يا أمي بحبك يا أمي بحبك يا أمي. الناس قلبي بينسى كل الناس، بتتذكر ابواب الناس قلبي بينسى كل الناس وما بينسى اغلى احبابي.
يا ابو الشال العنك وبهديتك منديل وشال غنيك حلو وموال انت تتذكر ام الخال يا ابو الشال العنك ابواب الناس كلها وفي الاخر دق ابوابي تتسكر ابواب الناس قلبي بينسى كل الناس تتسكر ابواب الناس قلبي بينسى كل الناس وما بينسى اغلى احبابي تفاعل مع غناء هيام يونس دليل على انه النجومية الحقيقية ما بتموت. نبقى في عالم المواهب الحقيقية الباقية ونصل الى عالم التمثيل. هو ايضا عالم مبهر وجميل. عالم بياخدك من عالمك بيستنفذ كل الحواس. هذا العالم هناك الاختبار الحقيقي في التمثيل. إما أن تكون وتسلط كل الأضواء عليك، إما أن لا تكون وتحرقك كل الضوضاء. ننتقل إلى جائزة أفضل ممثل سينمائي عربي للعام 2008. بدعي الكاتبة السيدة منى طايع والمخرج سعيد المروق للإعلان عن اسم الفائز. بونسوار. يعطيكم العافية. إذا منستعرض عناوين الأفلام اللي مثلها منعرف شو أهمية مسيرته الفنية. المواطن مصري مع صلاح أبو سيف، القاهرة منورة بأهلها، ما بعرف على الطريقة المصرية، ليوسف شاهين، القتل اللذيذ للمخرج أشرف فهمي، زي الهوى لأكرم فريد، Kingdom of Heaven للمخرج ريدلي سكوت، وغيرها كثير من الأفلام. وبالتعاون الأول مع المخرج اللبناني الصديق سمير حبشي نال جائزة أفضل ممثل عربي عن دوره بدخان بلا نار. وعم نحكي عن الممثل المصري خالد النبوي. أنا بكل الأحوال بنبسط إجي على لبنان بجائزة وبدون جائزة. هلا بلشنا وأنا متشرف جدا بالجائزة وبشكر المريكس دور وبشكر المخرج اللبناني الرائع سمير حبشي. والمنتج المصري اللبناني جابي خوري على انهم ادوني الفرصه اعبر في فيلم عن الشعب اللبناني كله كله مش طايفه منه. و انا بتمنى ارجع المره اللي جايه للبنان الاقي اللبنانيين اتفقوا على ان كل المعتقدات الشخصيه والإنسانية الخاصة بتبقى جوه البيوت وبيخرج برا البيوت معتقد واحد وانتماء واحد هو الانتماء
إلى لبنان العظيم. شكرا. إذا كان ما في دخان بلا نار، ما في إعلام عربي متقدم ومعاصر من دون إعلاميين لبنانيين، مش تعصب، واقع والشهود كثر. بسهرات الميركس دور هناك دائما ميركس ذهبي يمنح لإعلامي في إجماع على أنه تكريمه واجب وحضوره إضافة، والذهب بين إيديه يزداد لمعانا. بدعي الأديبة والكاتبة السيدة مي منسة والدكتور فادي حلو يتفضلوا على المسرح للإعلان عن هذه الجائزة. مساء الخير. مساء الخير عن جديد. جائزة تكريمية لإعلامية كبيرة. بمنتصف السبعينات ظهرت بتلفزيون لبنان فراشة ملونة شكلاً ومضموناً، كان الجمهور بينتظرها من يوم ليوم تيشهد على إطلالة مميزة وعلى مدرسة ولون جديد بالإعلام اللبناني. قدمت العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، شاركت الراحل رياض شرارة، نهى الخطيب سعادة، غاستون شيخاني وجان كلود بولوس وغيرهم بتقديم العديد من البرامج، وتركت بصمة ما بتنتسى بالإعلام اللبناني. انتقلت بالسنوات الأخيرة إلى العاصمة الفرنسية وتحديداً إلى إذاعة مونتي كارلو، حيث أصبحت من أهم الإعلاميات العاملات بهالإذاعة، وأجرت لقاءات عديدة لا تحصى ولا تعد مع عدد كبير من الشخصيات البارزة بالعالم العربي، من أبرزها اللقاء الفريد اللي أجرته مع السيدة فيروز عام 94. اشتقنا لها كتير وهي اليوم معنا. منشوف أديبتنا مي منسة شو بتحكي عنا. يعني ما تفكروا هذا الميوريكس لإلي، أنا حملته بس أماني حتى نبقى نسلمه هلأ للإعلامية الكبيرة جابي الطيف هالإعلامية. اللي أنا بحس بكل افتخار إن الليلة قدمها هي اللي أكتر من جمالها مواهبة بالإعلام، وأكتر من أنوثتها وصوتها الدافي اللي صار علامة فارقة بحياتها وبشخصيتها، هي إنه ظلت مستمرة بالتفوق، ما وقفت بحدها. ولما طلعت من لبنان وراحت على أوروبا، راحت على فرنسا وتبوقت منصب كتير منيح بإذاعة مونتي كارلو، المنيح المنيح بجابي الطيف هي إنها ما نسيت الوطن، ظلت عاملة جسر بين مونتي كارلو، بين باريس وبين لبنان. هذه الإعلامية تستحق كل سنة إنه نقدم لها ميراكس، لأنه كل سنة عم تضلها تعطي وكل سنة عم تضلها تنتج وتبدع. أنا بهنيك يا جابي من محل ما أنت. جابي الطيف إعلامية من العمل النادرة، صوتها خرق جدار القلب بمنتصف السبعينات وصورتها انطبعت بذاكرة جيل، لكن الصوت والصورة هن مراية وإنعكاس الداخل الجميل على الشكل الأجمل. جابي الطيف أنيقة بحضورها، عميقة، مسقفة. أحب الكلمة، أهوى الكلمة، قوة الكلمات بتخليني أعيش حياة تانية. ببداياتها التلفزيونية بلبنان جذبت الاهتمام، وقفت إلى جانب الكبار وكبرت بالإعلام الإذاعي والتلفزيوني بجهد وتعب. أسمعتني أذني الحساسة أحلى غناء بلدي، لأنه يدخل كل بيت، يدخل قصور الأغنياء وأكواخ الفقراء ومنازل السادة. من لبنان انطلقت وبباريس استقرت من سنة 1986 بإذاعة مونتي كارلو بالتحديد، وعلى هوا الإذاعة الباريسية وصل صوتها الدافئ لآخر الدنيا. الثقافة العربية في فرنسا، الأفاق والأبعاد. قدمت جابي الطيف برامج كبيرة وأهمها الوجه الآخر المستمر من 12 سنة يلي استضافت فيه شخصيات سياسية وثقافية وفنية من كل العالم. بخلال مسيرتها الإعلامية الطويلة منحت جابي جوائز وشهادات تقدير، وأبرزها بسنة 2006
وبهالسنة منحت جابي جائزة النجاح النسائي من مجلس الشيوخ الفرنسي. من دفى الوطن لغربة باريس، من سحر الكلمة لوطن الكلمة، جابي الطيف ساكنة بالقلب وكل الحواس. لكم أطيب تحيات جابي الطيف. بدعي وزير الإعلام الدكتور طارق مكري يتفضل على المسرح ليقدم التقدير لجابي الطيف، رغم انه الكثير من الاعلاميين بيطالبوا ببلد الحريات انه ما يكون في وزاره للاعلام، بس اكيد بيقدروا كفاءات واكاديميه الوزير اللي رح يكرم اعلاميه كبيره من لبنان، هي سفيره فوق العاده، ايضا رح تشرفنا على المسرح. الحقيقه قبل ما يقدم الجائزه للاعلاميه الكبيره جابي الطيف، لجنه الميركس دور كمان بتقدم لمعالي الوزير طارق متري درع تكريمي، اولا لدعمه للاعلام اللبناني، وثانيا لمثابرته بحضور الميركس دور للسنه الثالثه على التوالي، فاصبح من اهل البيت. أنا بعتقد نحن كتار بهالقاعة اشتقنا لجابي الطيف، اشتقنا لصوته، اشتقنا لوجهه، اشتقنا لألمه، لكن ما بتخلينا نشتاق لها كتير لأن حاضرة بفضل الإذاعات، ما تقول ما تكتب. جابي الطيف شاهدي من شهود كتار على أنه بالكلمة لبنان بيبقى وفي لذاته، إذا في وزارة إعلام ولا ما في وزارة إعلام هذا مش مهم أبدا. وين جابي الطيف لنسلم عليها ونرحب فيها. مساء الخير، مساء لبنان، مساء الشوق والحنين، وتحية من الزمن الجميل. اشتقت لكم واشتقت للبنان. الليلة من أجمل الليالي، بيسعدني جدا جدا أن يكون بين المكرمين الليلة بجائزة الميركس اللي عم تنقل إلى كل أنحاء العالم حتى نفرجي الوجه الحضاري للبنان وحيوية الشعب اللبناني على إعادة ابتكار الفرح. الإعلام بلبنان كان ولا يزال رغم الظروف الصعبة سباق ومتطور، لأنه لبنان بلد التنوع وبلد حرية التعبير، وما في إعلام معالي الوزير بدون حرية. أنا الليلة مهمة كتير بالنسبة لإلي الليلة، خاصة إنه تلفزيون لبنان هالسنة عم بيحتفل بيوبيله الذهبي، ومعالي الوزير طارق متري وزير الإعلام بدنا إعلام عنده مشروع جميل جدا لإعادة إحياء هالشاشة، إن شاء الله بيشوف النور قريبا. بيسعدنا أيضا أن تكون بيروت عاصمة عالمية للكتاب 2009، بيروت بما تمثل من ثقافة ومن حضارة بالنسبة للعالم. كل هيدا بده جو من الاستقرار الأمني والسياسي اللي منطمح لإله بالدرجة الأولى بلبنان وخارج لبنان. اسمحوا لي آخر شيء، كتير قوية الليلة بالنسبة لإلي ورائعة، من أجمل ليالي حياتي. اسمحوا لي أقدم هالميركس لكل إعلامي بلبنان وخارج لبنان، لأنه مش هين الواحد يكون إعلامي لبناني. Thank you.
سنتين كرمت لجنة جوائز الميراكس فئة أفضل ممثل وممثلة بدور مساعد أو سبورتينج رول، لأنه دور البطولة مش هو اللي بيحدد براعة الممثل أو مقدرته التمثيلية ومدى احترافه. مين حازد على الميراكس دور عن فئة أفضل ممثلة بدور مساعد حسب تصويت الجمهور واللجنة الحكم؟ بطلب من الإعلامية كاتيا كعدي والسيد جون مخول يتفضلوا على المسرح للإعلان عن اسم الفائزين. أما النومينيز فكانوا تألى شمعون عن دورة بمسلسل مالح يا بحر، رندا كعدي عن دورة بمسلسل الطاغية، نغم بوشديد عن دورة بمسلسل مالح يا بحر، نالي معتو عن دورة بمسلسل بين بيروت ودبي، وأيضا دور البطولة لم يسند لألن دايما، إنما برعوا بأدوار ولفتوا الأنظار والاهتمام بمدى احترافهم. مساء الخير، اسمحوا لي أسمي هالجائزة بقعية، لأنه اللي عم بيقدم الجائزة من البقاع أنا ومسيو جون مخول، والجائزة رح تكون لممثلة من البقاع، والصدفة كمان إنه الجائزة والسهرة اليوم مباركة برعاية الوزير من البقاع كمان، الوزير والنائب أستاذ إلي ماروني، نوجه له تحية كتير كبيرة، وبحب نوه إنه يمكن من الوزراء القليل اللي فكروا يكرموا فنانينا الكبار هن وعايشين، مش يكرمون من بعد ما يموتوا، مثل ما تم تكريم الست صباح والأستاذ الكبير وديع الصافي، تحية لألون. ممثلة قسمت حياتها بين مهنتين، التمثيل والتعليم، فنجحت بالدورين الكبار على مدى 25 سنة تقريباً. شفناها على الشاشة الصغيرة بمن أحلى بيوت راس بيروت وطالبين القرب، وصارت معي لمروان نجار وبمجنون ليلى وسنابل الحب، وكان لها مساهمات مسرحية وسينمائية كتيرة. لمين بتروح الجائزة أو لك جان؟ مثل ما قلتي كاتيا، الجائزة بتروح لممثلة أكيد من البقاع، ميوريكس أفضل ممثلة تلفزيونية بدور مساعد عن دورة بمسلسل الطاغية، تحصل علي رندا كعدي. لن أفيك بهشام، حضر لهما الطعام وأنا سأعود قبل عودة سيدي. انزلي عبيروت اسألي عن الشيخ مجد الزهراوي. سيتو بنا الدنيا، اسألي عن الشيخ مجد. هيدا بيك، هيدا اللي من الأساس لبقلي فوق بيك. بتشكركم، بتشكر القيمين على هالمهرجان الحلو. رح سميه مهرجان مش تكريم، مهرجان لأنه الفنان اللبناني أخذ موقع وأخذ نميراكس. شكرا. كما لدى الممثلات كمان عند الممثلين، لم يكن دور البطولة هو الأساس، إنما الإبداع في تأدية الدور. جائزة أفضل ممثل بدور مساعد بعرفنا عليها الفنان غسان صليبة وملكة جمال لبنان السابقة والممثلة نادين نجيم. أما المرشحين لهالجائزة فكانوا خالد السيد عن دوره ببرود ممزقة، شادي حداد عن دوره بمسلسل مجنون ليلى، كمال الحلو عن دوره بمسلسل مالح يا بحر، كارلوس عزار عن دوره بمسلسل مالح يا بحر وبين بيروت ودبي. مساء الخير. في ممثل، وفي ممثل استاذ بالتمثيل، وفي ممثل تمثيل عنده حلقة ضمن عدة اختصاصات، منها تعليم الموسيقى، الرقص، الكتابة، وشو بينحكى عن ممثل بيسعى للكمال، سواء لعب دور البطولة
أو كان ضيف على الحلقات. وشو بينحكى عن ممثل رافق التلفزيون من 50 سنة وبرصيده 2000 حلقة تلفزيونية. كان إلي شرف كبير إن لعبت دور بنته بمسلسل خطوة حب. هو فعلاً بمثابة أستاذ وأب تعلمت منه أول درس بعالم التمثيل هي الصبر والمثابرة. غسان الهيئة كلنا تعلمنا منه. أنا بشكل شخصي في معزي ووفاء خاص لهالفنان الكبير لأنه هو كان أستاذي بالمعهد الموسيقي الوطني على آلة العود وأعطاني كتير من خبرته ومن علمه كصديق وكأستاذ. كل وفائي وتقديري ومحبتي إلك يا أستاذنا. ميركس أفضل ممثل لبناني بدور مساعد الفنان الكبير الأستاذ كمال الحلو. هيك المطرح مطرح قطار تمربيك تربيت بحضنا حرب تخليك أحلى عيشتيني بحضنا مساء الخير. هنيئا للفنانين اللبنانيين والعرب بدولة الفن دولة ميركس دور، لأنه الدولة هي اللي بتكرم فنانيها ومبدعيها على حياتهم، ما بتنتظرهم تيموتوا وتحط لهم وسام على تابوتهم. بشكر للمناسبة أسرة مسلسل مالح يا بحر يلي بفضل مساعدتهم وتضامنهم معي أنا اليوم موجود هون. عندي تذكر صغير يمكن الكل نسي لمخرجينا الرواد، رواد الدراما التلفزيونية اللبنانية ثم العربية، من جاري كربتيان لباسم نصر لجون فياض لإلي سعادي لأنطوان ريمي لنقول أبو سمح لميلاد الهاشم لجورج غياض، لكل اللي نسيناهم لهم تحية مضاعفة. وعندي تمني أنه نوصل يوم من الأيام مع الشقيقات والعمات والخالات الدول المجاورة العربية أنه نتعامل نحن وياهم معاملة الند للند، وكل ما أخذنا منهم مسلسل نعطيهم مسلسل من صناعتنا الجيدة يلي مشهود إلها. بشكركم جميعا. مبروك للممثل القدير كمال الحلو وهو أحد صانعي العصر الذهبي للتلفزيون. أصل عند الأغنية الوطنية بلبنان. الأغنية الوطنية منا أغنية مناسبة لأن كل يوم في مناسبة. الأغنية منا أغنية حدث لأن الأحداث لا تنتهي ونحن من يصنعها. الأغنية الوطنية عمرها من عمر لبنان وبتتجدد مع كل جيل وبيقوى الإقبال عليها بعد كل استحقاق. بس هالمرة نحن أمام أغنية وطنية من نوع آخر أصابت عقول وقلوب اللبنانيين ووجدانهم، فهتفوا معها وغنوا معها للحق وللسلم وللبنان. بطلب من مدير إذاعة ميلودي أف أم فيني رومي ومن الإعلامية سنة نصر يتفضلوا على المسرح.